بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطنة صارت لي حالة عملية اغتصاب وتحويل وجهة من عون أمن ومعاه زوز أخرين صحابه. كنت نخدم نهار الجمعة نهار 2 مارس، خدمت أنا مطربة وخرجت نخدم رستوران. كملت الرستوران و مشيت على اساس لوتيل اسمه اوتيل ريم باش نخدم. ما قابلتش الراجل، خرجت البارح حكايه الاربعه نتاع الصباح، الاربعه غير ربع خرجت باش ناخذ تاكسي. جاني ولد يعمل عمره كيكا 25 سنه، انا واقفه باش ناخذ تاكسي، قال لي نشيعك. قلت له ما تشيعنيش، سمعني كلام. رجعت له بنفس الكلام اللي قاله لي، جبدني من كابوتي، قال لي باش نوريك الرجال شنو تعمل. كركرني، حطني جبدني تحت الكهرباء، حل باب الكهرباء، دزني في الكهرباء وطلع. نلقى في الكهرباء زوز من الناس اخرين، كهرباء قري في ماء، سيري متاعها 153. الاولاني هذاك اللي نجمت يعني نحفظه، خاطر بعد باش نجمت نحفظ السيري متاعها. طلعوني، ضرب يضرب فيا التلاني اللي هزني، زوز من الناس قالوا اطلع سكر الكهرباء جملة، في الشبابك ما تهبطش، البيبان ما تتحلش، طلع هذي اللي سوق واللي بجنبه، معناها اللي من بعد عرفت اللي هو عون امن بجنبه، طلعوا بيا ضرب وطلعوا بيا حسيلوا طريق حي الزهور. شد كركرني، معناها كي قريب نوصل للرامبوان حبيت اكسر بالار باش نعيط باش نعمل اي حكايه، معناها باش شدني من شعري، هبطني دوطه يسب فيا يضرب. فاتوا بيا القدام داخلين بيا الحي الزهور، خزر له قال له احنا رانا احنا، قال لي انت تحب تشوف الحاكم، معناها تحب تنادينا الحاكم، احنا رانا حنوش ما تنجم تعمل لنا حتى شيء وما عندك وين توصلوا. كلام زايد ما نجمش نقوله. وخزر التلاني اللي قاعد بجنبي، معناه اللي هزني هو، خزر لي بجنب اللي سوق، قال له وريها باش تتاكد احنا شكون بالضبط. مد بطاقه زرقاء، علمت اللي هو عون امن، معناه وقتها قالوا لي راهو هو عون امن، ما نعرفش اللي معاه اسكو هو عون امن ولا لا. حسيت فاتوا بيا القدام، بديت نسمع في الكلام انا للعون امن هذايا، خاطر الحكايه صارت من لون خصايب كلها معناها مجرمه، ومن بعد طلع فيها معاون امن تتنسب فيه والكل. خزر اللي بجنبي هذا التلاني قال له اقف، قال لي باش نوريك شنو باش نعملوا لك. وقف، خرج من الكهرباء، حل علي الباب، كركرني من شعري، قص بيا الكياس طريق القروان، نرمي في روحي قدام الكراهب يكركر فيا من شعري. عرفت وقتها في بالي باش يقتلني باش يذبحني باش يعمل لي حكايه، خاطر خرجني ما في حاله ما نعرفش كيفاش هو. حسيت والكهرباء واقفه، زوز من معناها ما نطقوا حتى كلمه. كي بديت نقرق بيه نبوسلو في ساقي، الدنيا اللوطه ديجا طبعه والكل، نبوسلو في ساقي نقولو سامحني راني عندي وليد ونحب نربي ولدي ما عندوش لشكون وكل. قال لي باهي وشد معناها عملي، اغتصبني غادي على الكياس في الطبع الكل. وبعد عاود من شعري كركرني، عاود رجعني قاص بيا الكياس وحطني بالكهرباء دبشي ما لبستوش، بديت نسب فيه ونضرب فيه هذا التلاني والكل. زاد قدموا بيا قدام العون الامن يضحك مش لهنا هذا، عادوا قدموا بيا القدام بديت نسب فيهم انا ونفارع ونضرب في التلاني والكل. عاودوا قف مرة أخرى قريب القروان، عاودوا قف مرة أخرى، قال لي باش نوريك انت. خزر الشوفور قال لي انت باقي كلام زايد من عرض شنو حسيتو، قال له التلاني اقف وقف اللي بجنب العون هذا، عاود هبط وسط الكهرباء، عاود شدني الشوفور مرة أخرى بالكف ومن شعري، والعون الأمن هذا يقول في كلام ما يتقالش، والآخر معناه فسر
وشدك معناتها اغتصب. اي شدني اغتصبني، يعني شدني اغتصبني في الكنبة بالكف ويبزق علي وجهي هسيلو المرة الثانية وقت اللي اغتصبت سي عرفت روحي ما عادش باش نروح، ما عادش باش نروح لوليدي، لا عاد باش نروح داري، لا راحت عاد. قلت لهم انا نورمال راهو خزرت العون، قلت لهم انت عون امل راني نطلعك من مركز المركز، ما نعرفش هذه الشرطة ولا الديوانة ولا، قلت راني ندور عليك الجمهورية ونطلعك وحقي راه مش باش نسايب فيك اخ. اللهم اخر قطرة دم راه في بدني، قال لي دار لي، قال لي دخل لي فيه من عرشني، بديت نبزق عليه حسيت ندرت وراه، انا ديجا رجع ثانيه جيت ورا العاود نضرب فيه على كتافه ومن راسه بالبوني والاخر يجبد فيها من شعري، وقلت قسما بالله ما نشدكم واحد واحد ومن عرشني يجبد. وقتها الكهرباء واقفه طريق طريق القروان، جبد السلاح مد عليا فرد، عون الامني هذا العون الامني مد عليا فرد وقال لي اش قولك نعمل لك وعمل لك لامك لانا بكرتوشة ونزك القفصة. وقتها ترميت علي بجنبي نبوس فيه ونحمل فيه ونقول برسمكم سامحوني راني يعني عندي وليد، راني عندي وليد عندي تيم نربي فيه وعندي ولدي اخي مازلت ما فرحتش بيه، فرحكم سيبوني والله لا نشكي بيكم والله لا نكلمكم وسيبوني كان مفيد الروح لولدي. حسيت خزر هذي اللي طلعني لولاني قالوا بربي سايب علينا هالشكل الخرا هذي، خزر العون قال لي اللي بيك كلام زايد، قال لي تهبط لاني اللي خلاه وقفار وحتى ما ندبش نلبس في الكياس. أسيت هو بديت نبص في ساقين، قلت لهم سامحوني، قال لي باهي اهبط، قلت لهم باهي نهبط عندي ساكي، عبيت نهبط الساك نحالي هذايا اللي من تالي نحالي الساك، حالي الساك مدي ستوشي فيه فلوسي وفيه بطاقة تعريف بطاقة الاحتراف نتاع الفني معناها نتاعي، مد مخذاها معناها في يد ورمالي الساك، بديت نقرق بيه قلت برسمك ما عنديش عندي لا فرانك لا سوج ديال يرحم والديك، رجع لي ستوشي رجع لي بطاقة تعريفي راني في الخلايا وقفار. يضحك قلت ما عنديش حتى باش نركب خزر، مد 5000 من ستوشي مدها للعون، قالوا بربي عطيها باش تركب، ما مد 5000 بياسة رماها لي في الكياس هذايا العون، طبست هزيت 5000. وقت اللي هزيت 5000 فاتوني فاتوني القدام شويه، وبعد وقفوا وقفت الكهرباء خفت وقتها، عرفت اللي حبوا يرجعوا لي باش يقتلوني ولا باش يضربوني بالكهرباء ولا باش يذبحوني، خممت في الموت وقتها. وقت اللي وقفت الكهرباء يمكن ندموا باش هبطوني والكل، وقفت الكهرباء عملت ستوب، حسيت نخطفت ال 5000 ورجعت معناها من التالي نجري، قعدت واقفه الكهرباء حتى لين وقفت لي معناها الكهرباء، نوقف هكا في الكهرباء وقفت لي الكهرباء وهزوني معناها هزتني الكهرباء، هو وقتها هربوا الوقت هذاك وقتها هربوا معناها. انا نهارتها قلت لكم مشيت لفرقه الابحاث في عملت هزوني فرقه الحرس تاع قروان طبيب شرعي والكل، عطوني ورقه على اساس وهم قالوا لي شوف لوتيل تلقى شي كاميرا تعرفش على واحد منهم ويزبك في 24 ساعه قبل ما يفسخوش كاميرا والكل، بس كان روحت نهار السبت مريضه وتعبه ومضروبه ونفسانين مني ما نجمتش نتحرك، وروحت يجي 5 نتاع العشيه من القروان لداري معناه، نهار لحد عديت نهار كامل معناه ما نجمش نقوم. في الليل ماضي ساعه نتاع الليل تفكرت اللي يلزمني نمشي للوتيل، خاطر صباح اثنين معناه باش نمشي للمنطقه، يلزمني نهار لحد يلزمني انا ما نجمش نتحرك، معناه يلزمني نهار لحد نمشي نشوف حل مع الوتيل، بخاطر نهار الاثنين باش نمشي للمنطقة. مشيت للوتيل على اساس نمشي الكاميرا باش نشوف الكاميرا نتعرفش على واحد منهم، قابلت من الوتيل حكيت معاه قلت له هكا وهكا، قال لي ما سمحنا مدام راهي الكاميرا ما تمشيش، اما ادخل شوف تلقى شي، قلت له زعما باش نلقاها انا في قال لي ادخل شوف. دخلت هكاك وانا مريضه محرمه وكل، دخلت مشيت لزوز بلايص ما فماش في وسط الوتيل، فما ثلاثة بلايص، ثالث بلاصة هي ديسكوتيك اللوطة في الوتيل، دوبا دخلت تصدمت ريتو قاعد
جاتني كشوك ما نجمتش. هذايا باش عرفتهم بعد عون امن هذايا اللي انا بجنب الشوفور معناها المد لي بطاقته هذايا العون اللي مد لي بطاقه باش عرفتهم بعد اللي هو عون امن وقت جات الشرطه هزته ديجا مشيت نجري الحراس نتاع تاع السكيورتي نتاع الديسكوتيك قلت له ماذا يهولش بدا عليا فرد هو ديجا عرفني جا خارج يشدوه السكيورتي لبرا طلب مول الاوتيل الحاكم كي جات البوليسيه للاوتيل غاديك النزل شافوا قلت لهم راه هذا عمل لي براكاج نهار الجمعه راه هكا ومعاه زوز اخرين وش بدا عليا سلاح وراه هكا وهكا قال لهم هو تكذب وبدا يسمع فيه في الكلام قدام العوان وقال تكذب وما نعرف شنو خزروا له قال لهم انا زميل مد البطاقة وقتها باش عيطت وقلت لهم هذيك البطاقة اللي مدها ما نعرفش عاد هو زميل شنو ما نعرفش في الابحاث من بعد عرفته اللي هو يخدم اسمه حاتم الصمودي يخدم وحدات تدخل تبع قفصة وقصير بير الحفاية معناه بعد معناه بالبحث معناه حتى نهارتها اول نهار سيبوه ومعاه واحد اخر سكران يسكروا معناه مع بعضها وقفوا اللي معاه وهو سيبوه العون هذا سيبوه قلت لهم كيفاش سيبوه انا عندي معاه مشكله ومشكله كبيره ونخاف منه ولا يقتلني ولا يعمل لي اي حكايه قالوا لي خذينا اذن من عندك الجمهوريه يزمو يخرج واللي معاه معناها وقفوه سكر عدى اول الحبس وهو خرج نهارتها معناها حتى نهارتها ما عرفتوش هو شكون بالضبط الا في الشرطه نتاع العدليه معناها باش عدوا نهار الاثنين الفرقة الابحاث باش عرفتوا الفرقة الشرطه العدليه باش عرفت اسمه بالكامل وعرفته اللي هو عون امن معناه وحده التدخل باش عرفته معناه اللي هو وحده التدخل تبع قفص اما نهار اللي هزوه هما ما قالوا ليش حتى في المركز ما عرفتوش اني عرفته صحيح زميل ومد لهم البطاقه نتاعه وبحث وقال لهم نهار الاولاني قال لهم انا ما نعرفهاش وعمري ما ريتها ونهار الجمعه صحيح جيت سهرت ومعايا صاحبي وروحت على روحي معناه المنظر هذا قال ما ريتوش في الابحاث المره الثانيه كي تكافحت انا وياه قال لها مرايا صحيح ريتها ما خرجت بارادتها مع زوز من الناس ورجعوا لي صحابي من بعد نص ساعه معناها رجعوا لي بعد نص ساعه روحت معاها ما مشيتش معاهم في الكرهب هذاك اللي صار رسول الله ايه توا القضيه من وصلت القضيه توا ما نعرفش تكافحت اخر مره معناها تكافحت انا وياه العون هذا نهار الجمعه ومن بعد ما نعرفش مشيت للمحكمه حبيت انا عرفت اللي فما حكايه معناها حسيت روحي كاني باش يضيع حقي مشيت لمساعدك الجمهوريه رميت روحي معايا صاحبتي قلت له راه هكا وهكا قال لي امشي غدوه اعمل جواب ويجي لك الجمهوريه عملت جواب ومشيت لك الجمهوريه بعثني اللوطة قال لي امشي ثبت اسكو معناها وكيل الجمهوريه في بالي ولا لا بعد طلع لي وكيل الجمهوريه ما في بالوش اللي هو خرج معناه عمل مكافحه وخرج من الفرقه العدليه معناه قال راه ما عندوش علم وكيل الجمهوريه بيه كيفاش خرج من الشرطه العدليه وبعد كي مشيت عاودت رجعت عطوني جواب وعاودت رجعت الشرطه العدليه قالوا لي مساعده نتاع وكيل الجمهوريه هي اللي في بالها هي اللي عطات الاذن باش يخرج في حاله صراح باش يجيب الافراد الزوز معناه اللي معاه الاخرين يجيب الهويات نتاع الاخرين معناه عطوه صراح معناه باش يجيب معناها الهويات نتاع الزوز اللي معاه الاخرين معناها اللي معناها انا اتهمتهم بالاغتصاب معناها ديجا شهاده طبيه جات فيها الاعتداء بالعنف وجا فيها الاغتصاب وديجا حتى كابوتي معناها لبسته في المحكمه لتو معناها نحوا لي كابوتي ومعناها قعد في المحكمه انا وريته حتى معناها كابوتي ريته في الشرطه العدليه في بعثوا الطبيب الشرعي نتاع القروان ريتو قلت له نجم نهز كابوت مسكي ما نعرفش الكل قال لي لا ما كابوتك معناها باش يتعدى للمحكمه وتاخذه بالمحكمه